الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقودا، وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان. ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين، يلبسوا الجديد والنظيف وإلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام بعد العيد. وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا. فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال. لكن الناحية الثانية خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته. إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب. فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام؟ إذن له غاية، ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد، هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريع هن أفضل وأنفع للفقير. هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ. إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال. وهنا ملاحظة لابد من ذكرها.